تسع سنوات انقضت من عمر الثورة الأطول عمرا بين ثورات الربيع العربي. حراك جماهيري تحالفت إرادات إقليمية ودولية مع النظام الحاكم في البحرين من أجل قمعه. بريطانيا التي كانت وما زالت أبرز اللاعبين في المشهد البحريني استضاف برلمانها ندوة في هذه الذكرى لبحث واقع الحراك ومآلاته. When you're very close to a cause like democracy and human rights, it's hard to see that there is any progress. And so I think that in the struggle for democracy in Bahrain, we've seen some successes along the way. Some things have improved. Other things seem to have got worse. أوضاع حقوق الإنسان ساءت في البحرين في الوقت الذي تغض فيه الحكومة البريطانية البصر عن الانتهاكات. That human rights situation has worsened, particularly since 2017. But the one people who aren't saying that is the British government. You hear the same thing. We're supporting reform. There's work to be done. But you know, we don't see the action on the ground. We don't see it translated into concrete reforms. إلا أنه برغم هذه المصاعب والتضحيات فإن النصر حليف شعب البحرين. تعذيب والقمع ومحاولات كسر الإرادة لم تنجح، وما دام الشعب لا زال لم تنكسر إرادته ولا زال يدرك حقية مطالبه، هو شعب مقدم على النصر إن شاء الله. الثورة البحرانية تتواصل في ظل تحولات ومتغيرات تعصف بالمنطقة، ولن تكون البحرين بمعزل عن تداعياتها مع إصرار شعبها على التغيير. Thanks, Ali Al-Haji, your president, 13th of February.